احسن ما تطلع عليكم الغبرة يا ابو عطاء. لك صحيح ما بقول لك لا، بس خلي شغلك لبعد العصر، ما انا شايف العجا قدامك. مين قال لك مو جاي العصر؟ بعد العصر جاي انا والكنات ابو رضا حتى نعمل تكنيسة مرتبة للحارة والرشرشة اللي شايفها هلا، بس مشان تربوا سمسمية هيلطية جوزهن خبيصة ملوع ملاوي. تعا دو تعا يا حبار، تعا يا ولد نص فرنك يا بلاش، تعا دو الملوى. تعا اهلين عمو، شو بدك؟ عمو عطيني على فستو. فستو على عيني وراسي. ها مسكي، هاتي مصاري، مع السلامة. اهلين عمو، شو بدك؟ على عيني وراسي. تحت امك لشوف، امسك هات مصاري، مع السلامة. قرب قرب ملوى ملاوي، قرب تعدو الملوى جوزهن. عجايبك عجايب، عجايبك عجايب، عجايبك يا زمن عجايب. طابت الفرجة يا خلان، الفرشة بنص فرنك يا أولاد. فستوك 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 فستوك، أحلى فستوك لأحلى عمو أبو فوزي. صباح الخير. أهلين عثمان، يسعد صباحك، إن شاء الله نهارك مبارك بصلاة على النبي. ربنا يخليك. فستوك فستوك، يسلم وديات إلهي. عجايبك عجايب، عجايبك عجايب، قرب يا أولاد. ملوى ملاوي، قرب حتى مرتي بارد، قرب قرب بعد شوف. قرب يا حبيبي قرب، قرب على الهنا، انا بيع الهنا. شرف يا حبيبي شرف، يا ميت اهلين سليم. الجو رايق وصافي والبحر موجه وافي، فاضبوا الحنين للبر والبر عنه بعيد، فضل يهيم في البحر والشوق بقلبه يزيد. الشمس عند الأصيل رخيا شعور الذهب تسبي العيون. بورد يا حبيبي بورد. يسلموا، تعاكل ملوى أبو فوزي حتى يحلى صوته. ليش كل هالقد شايف صوتي بشيح؟ لا والله مو هاد القصد، بس أنا بحب استرزق منك لأنه رزقتك فيها بركة. إعازك وعوازك وألف رعب بأنبازك. عمو بدي دبوسك يا ولد. مرحبا عمو.
أهلين وسهلين يا وليدات، أهلا وسهلا ومرحبا. ليش تأخرت عمو؟ والله ما أخرني عنكم يا ابني إلا شديد القوي، للضرورة أحكام، شو بدنا نساوي؟ يلا عدوا محلاتكم. عجايبك عجايب. يلا عمو فوزي شغلها. شو بالظاهر متشوقين للفرجة مو هيك؟ إيه ماشي الحال، بسم الله الرحمن الرحيم وعليك نستعين. اتفرج يا سلام عالدنيا يا سلام، اتفرج يا سلام عالدنيا يا سلام، في ناس بتنام على ريش النعام، في ناس بتموت من جوع يا حرام. يا ابني طالع من جيبك ليرة وعود على الكرسي وحط عيونك على البلورة، وإن عجبك منظر رح أعيد ورح أعرض لك يا من جديد هذا الصندوق على صغره حربو. اتفرج وتعلم منه يا سلام، اتفرج يا سلام عالدنيا يا سلام، اتفرج يا سلام عالدنيا يا سلام، في ناس بتنام على ريش النعام، في ناس بتموت من جوع يا حرام. عجايبك عجايب، عجايبك يا دهر عجايب. كان يا مكان في قديم الزمان لحتى كان، كان في رجال فقير شغيل تعيب بقى سيدي، ماله حظ بهالدنيا، بيضربها يمين بتجي شمال والزمن عم يعاكسه. وكان في عنده بنتين صبايا حلوات بقى سيدي، واحدة اسمها يسرى والتانية اسمها فدوى، وهالفدوى الدرسانة كان صوتها حلو كتير، والمسكين أبوها كان رجال فقير وخايف على حاله يموت فجأة ويتشنططوا بناته من بعده بقى سيدي، بحيث إنه ما لهن حدا بهالدنيا غيره. وكان كل همه يجمع حق بيت ملك بقى سيدي حتى يقاوي فيها البنتين الصبايا، بيثبت إنه ساكن بالأجار بضيعة فقيرة معدرة. ويا دهر يا ماشي عكيف إبليس، بترضي اللئيم بتزعل القديس. عجايبك عجايب، عجايبك يا دهر عجايب. فدوى شو رايك تقيمي هالروب من ايدك وتغيري طعم التمك بكم عبايه؟ لك اولا مو جاي على بالي، خليني كمل خياطه هالروب. قولي على قامه هالروب صار مثل الممسحه، يعني والله عيب تلبسيه بعد هلا، بعدين بصراحه صار للكب. يعني في عندي غيره لالبسه؟ المهم هلا انا جاي على بالي اسمع صوتك كثير، صار لي زمان ما سمعت منك ولا غنيه. لك صدقيني مو جاي على بالي غني. هلا رح تدللي علينا؟ لا تصطفلي، قال لا تقول للمغني غني ولا للرقاص رقص. طيب شو بدك تسمعي؟ بدي اسمع لأم كلثوم لسعاد محمد، يعني المطربين هدول. من عيوني التنتين تكرمي. يا ظالمني يا محروم، تلواني وتكويني، تلواني وتكويني، تحيرني وتدنيني، ولما اشكي تخاصمني وتغضب لما اقول لك لما أقول لك يوم يوم يا ظالمني. لك يسلم لي هالصوت يا فدوى، قسما بالله لما بتغني بنطرب من جوات قلبي، مو لأنك أختي بس صوتك فعلا حلو. طيب شو الفايدة إذا بابا ما عم يخليني غني قدام حدا؟ على هوا ما فهمت منه هديك المرة، قال بيخاف الناس يحسدوكي ويصيبوكي بالعين. إلا ستي مو مشان هيك ما عم يخليني غني. لكان مشان شو؟ بدي
بتتذكري امراتب يلي زارتنا بالصيف الماضي؟ مراتب حنفي؟ بذاتها. شو بها؟ يا ستي طلبت من ابوك يخليني غني بعرس ابنها هيثم، قام رفض ونهز بدنه وما عاد حكاها اكثر من شهرين. ليش بقى؟ شو اذنبت المخلوقه معه؟ قال مو عيب عليها تعرض عليه مصاري. ليش عرضت عليه مصاري؟ ايه نعم يا ستي، قالت له رح اعطي فدوى ليره ذهب مجيدي بس تخلص الحفل، وهو سمع هالسمعه وطار عقله وجن جنانه وانبحت عليها فرد بحته. قال له شو شايفتيني مربي عندي انا؟ بديعة مصابني ولا بنات مكنه؟ هو هاد طبع ابوكي من يوم يومه، نفسه عزيزة عليه كتير وبيخاف علينا من نسمة الهوى، وهالشي زاد معه بعد ما توفت ماما الله يرحمها. طيب والله ما فيها شي، لك واذا غنيت بمصاري؟ خلي يعتبر هالشغلة هدية اكرامية تقدير لصوتي، شغلة طبيعية وما فيها شي مخجل. اي مزبوط، بس ابوكي بيخاف عليك تسلطي على المهنة وتصيري مطربة عن جد. بالله شو؟ وإذا صرت مطربة عن جد؟ شو المطربة حرف ساقط يعني؟ طيب ليش عم بتقولي هالكلام إلي؟ إذا كنتي شاطرة قولي لأبوكي. أعوذ بالله، ما بسترجي افتح له هالسيرة منوب. لا، واللي بيحرق القلب أكتر يا يسرى إنه أبوكي عم يشتغل بياع خضرة على البسطة، يعني فقير ومعتر وبالزور عم يطالع لقمة يومه. بقى إجباري لازم فكر شلون بقدر ساعده أنا وياكي. هلأ يمينة من هالحديث وغني لنا شي غنية لليلى مراد، لأنه إذا فتحنا السيرة ما رح نخلص منها لبكرة. بتأمر يسرى خانو، تكرم عيونك. اسأل علي وارحم عيني من دمى ريحة ودمى جاية. اسأل علي حبيبي، انت الوحيد، ومهما تقسى حبي يزيد. لا ليا غيرك ولا ليا حد، ولا افتكر لك غير كل ود، وعشان بحبك صعب عليا واقول غرامك ما كانش ليا. يلي غرامك كله قسيا، اسأل عليا. يلا على الارنبيط، يلا على الليمون، قرب يا خالي قرب. ملفوف ملفوف وزهرة، يا زهرة مع بصل وليمون. ملفوف، يلا على الملفوف. أرنبيط، يلا على الأرنبيط. أرنبيط أرنبيط بندورة خيار وخس، الكيلو بربع مجيدي وبس. على العافية بفدوى. أهلين أبو رشيد، أهلا وسهلا مرحبا، شلونك؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ طمني. الله الحمد لله، عالسراء وعالضراء. شو؟ شايف بضاعتك مثل ما هي، شو ما بعت شي اليوم؟ والله يا أبو رشيد الحال إدارة تمام، وما بعرف ليش أهل الضيعة ما عم يشتروا مني، مع اني الله وكيلك عم اجي بعربيتي لخدامتهم لقدام بيوتهم. بس عبس عبس اخي، ابو فدوى ما له حظ بالضيعة، ولا له رزق ولا له شيء. اتكل على الله يا رجل، شدة وبتزول. بتصدق بالله يا ابو رشيد اني عم فكر اترك هالضيعة؟ وليش لحتى تتركها؟ حدا بيترك ضيعته يا ابو فدوى؟ اخي شو بدي ساوي، بدي اغير بلاد وعباد، بركي هالدهر بحن علي شوي وبيضحك لي. طيب وين فكرك تروح يعني؟ والله عم فكر روح على عين التفاحة. مو بعيدة عليك عين التفاحة؟ ولو كانت بعيدة بدي جرب فيها حظي. بتعرف حدا هني؟ لا، ما بعرف غير رب العالمين. والنعم بالله، هات لقلك زلك كيليان ليمون وراس ملفوف. إيه على عيني وراسي، تكرم شواربك أبو رشيد. منيح هذا؟ ماشي حاله. قرب يا روحي وشوف هالخضرة، مو كل يوم والتاني بتلاقي زهرة. خدوا منيح طابش، يلا منيح حال. ماشي حاله. بدك كلين ليمون قلت لي؟ ايه بس نقي لي اياهم ظراف، ما بدي اياهم هيك متعوجين. على عيني وراسي، ما في شيء متعوج عندي. بسم الله الرحمن الرحيم، كل حبة واختها.
شو هالحكي يا بابا؟ عم تحكي جد ولا عم تمزح معنا؟ طبعا عم بحكي جد. شو اخذنا على عين التفاحه كمان؟ والله بعيده. لك يا بابا انتو شو بتفرق معكم؟ هون قاعدين ببيت اجار وهنيك رح نقعد ببيت اجار، والرزق على الله. بقى ليش مستغربين كل هالقد؟ مانا مستغربين بس يا بنتي خلاص، انا قررت ومشي الحال، واذا عزمت فتوكل، ومطرح ما بترزق الزق. طيب بابا عندي فكره. شو هي؟ ما بعرف، هو بصراحه بدي اقولها بس خايفه ما تعجبك. انتي قولي ولا تخافي، واذا عجبتني وحياتك رح وافق عليها فورا. طب ليش انت حامل السلم بالعرض؟ شلون يعني؟ ما فهمت عليكي. يعني ليش ما بتخلينا نساعدك انا واختي؟ كمان ما فهمت عليكي. شلون تساعدوني يعني؟ يعني ليش ما بتخلينا نشتغل؟ ايوه هلا فهمت عليكي. وشو بدكم تشتغلوا بقى من غير شر؟ يعني اي شيء بابا، اي شيء. مثل شو يعني؟ ما بعرف شو بدي اقول لك بس ليكون بدك تشتغلي مغنيه بالعراس. لا لا بابا مو هيك، مين جاب هالسيره هلا؟ لكن شو ممكن تشتغلي انت وياها؟ فهموني حتى افهم. يعني ليش ما بتخليني اشتغل بالخياطه؟ انا واختي بنعرف هالكار مزبوط، والشغله ما بدها اكثر من حق الماكينه. ايوه ومنين بدي اجيب حق الماكينه ست الحسن؟ يعني هذا هو السبب ولا انت ما بدك يعني نشتغل؟ ولك بنتي مصاري بين ايدي ما في، ما في، منين بدي اجيب؟ ويا دوب امن اجره البيت اللي بدنا ناخده بعين التفاحه، بقى شو تشتغلوا ما تشتغلوا؟ بس والله خطوه جريئه انه الواحد يترك ضيعته. طيب يا بنتي اذا ضيعتي ما عم تطعميني خبز، شو بدي اساوي بضيعتي؟ سف ترابها؟ كحل عيوني بمرآها؟ اكل ورق شجرها؟ ارمي طحجارها؟ بابا معلش لا تهز بدنك من شان الله، نحن معك باللي بدك اياه. بابا شو رايك نحضر لك العشاء؟ ماشي الحال، حضروا لي العشاء يا بنتي، جوعان، عملي لي سلطه. حاضر بابا. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، خليني أقول ألحاني تمايل لها السمعين، خليني أقول ألحان يتمايل لها السمعين، وترفرف لها الأغصان النرجس مع الياسمين، وتسافر بها الركبان طوين الفيافي. طي شوي 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 شوي، غني لي غني خد عيني. وبلا طول سيرة يا خلاني، ضل أبو فدوى بضيعة تل التفاح أكتر من سنة، والحالة معه كل ما للورا، والمسكين ما كانت تتعدل معه. تيتي تيتي مطرح ما رحتي مطرح ما أجيتي، أجار البيت بقى سيدي دبحه، وهو لساته بمطرحه، وكل ماله عم يخف مربحه، وما كان يبتسم له الحظ، وصار فطوره زيتونة وعشاء جزمز، والنحس ضل ملازمه بقى سيدي ورفيقه، وما في إنسان قدر يفرج له ضيقه. وتفرج يا سلام على الدنيا يا سلام. وهلا شو بدك تساوي بابا؟ والله يا بنتي محتار، وبصراحة ما كنت متصور يصير فيني هيك، لك العمى على القصة فعلا، يلي بيطلع من داره بيقل مقداره. طيب بابا ليش ما بنرجع على الضيعة طالما وصلت الحالة معك لطريق مسدود؟ هو فعلا الرجعة للضيعة أحسن، يعني على المقل في هنيك بعض الناس، بعض الأصدقاء، بعض القرايبين، بعض الناس من أهل الخير، والواحد إذا ما استفاد منهم بيتروحن فيهم. أما هون ما في حدا لحدا، الله وكيلكم يا بناتي، عايش بين هالناس بالضيعة مثل عيسى بين اليهود. طيب شو رح تساوي هلأ؟ أنا رايح بكرة على ضيعتنا حتى أدرس الأحوال هنيك وبرجع بخبركم. يعني ما رح تاخذنا معك؟ مو محرز يا بابا، كلها يومين بالكتير. طيب بابا ليش ما بتحاول تدين مني؟ لا تقولي، فهمت عليكي،
أنا الحقيقة رايح لعند أبو رشاد حتى أتدين منه، ومثل ما بتعرفوا أبو رشاد زلمة غني ورفيق عمري من وقت ما كنا صغار، ومن مدة شهر رجع من السفر سالم غانم والله فاتحة بوشه، بقى بركي بيديني كم قرش حتى أستر حالي فيهم. ليش بدك تتدين منه مبلغ كبير؟ ولك يا بابا الدنيا ما لها أمان، وبصراحة أنتوا صبايا حلوات وصغار، وخايف عليكم تنضاموا من بعدي إذا الله أخذ أمانته. بعيد الشر بابا، شو هالحكي؟ بعد عمر طويل إن شاء الله. المهم هلأ أنا حلمي بهالدنيا إني اشتري لكم بيتي آويكم، وبعد منه بيرتاح بالي، ويلي بيبعته وقتها الله ما أحلى. يعني بدك تتدين مشان تشتري بيت؟ مو أحسن من الأجار ولك بابا؟ قسما بالله دبحني هالأجار. وفكرك أبو رشاد رح يساعدك يعني؟ هذا الأمل يا يسرى، لأنه أبو رشاد إنسان شهم وما بعتقدي أصير، ما بعتقد أبدا. والله يا أهلين وسهلين بأبو فدوى، شرفت وأنست. تسلم يا أبو رشاد تسلم. شلونك أبو فدوى؟ شو أخبارك؟ شلون فدوى ويسرى؟ أكيد صاروا صبايا. إيه طبعا، مخدومتك فدوى صار عمره 22 سنة، ويسرى يعني ماشي بالواحد وعشرين. ما شاء الله حولن، الله يسلم لك ياهن يا رب. الله يسلمك ويخليك. وانت شو اخبارك ابو رشاد؟ طولت علينا الغيبه بهالسفره. شو بدنا نساوي يا ابو فدوى؟ الواحد بده يغير بلاد وعباد لحتى يلحق رزقه. خير ابو فدوى؟ شايفك مزعوج. لا والله مالي مزعوج، بس البلاد والعباد الها قصه عندي. وشو قصتها بقى؟ يا سيدي انا غيرت بلاد وبدلت عباد، والفقر معي كل ماله عم يزداد. ليش انت شو عم تشتغل بهالايام؟ بياع خضرة على البسطة، هذا اللي علمني يا الوالد. وبصراحة خايف، يعني خايف يا أبو رشاد، خايف على حالي موت قبل ما أمن هالبنتين بشي بيتي قاويون. ولا يهمك يا أبو فدوى، طول بالك ولا يهمك. قوم هلأ غسل وشك حتى نتغدى، وبكرة إن شاء الله بتحكي لي همومك بالتفصيل. قوم معي قوم معي. يا الله لساته صوت فدوى حلو. يا سيدي لساته حلو. تفضل. صراحة يا أبو فدوى أنا من مبارح حاسس إنه في بتمك حكي كتير ومستحي تقلي إياه، مشان هيك تركتك ترتاح حتى تتمالك نفسك. وأنت من صغرك ابن أصل وخجول ونفسك عزيزة عليك، بس أنت بتعرف بيني وبينك ما في لا حاجب ولا بواب. فقال لي شو مشكلتك وشو عم يخطر ببالك؟ والله يا أبو رشاد حالتي ما بتسر منوم، تركت ضيعتي ورحت على عين التفاح وبقيت فيها سنة، والحال كل ماله عم يدهور. يعني شو بدي اقول لك، الدهر كل ماله عم يجور علي يا ابو رشاد. والله يا ابو فدوى الانسان لو جرى جري الوحوش غير رزقه ما بيحوش، وبالنهايه ما بصيبك غير نصيبك، بقى هونها بتهون وصغرها بتصغر. والحقيقه ما في حدا بهالدنيا مرتاح سواء كان معه ولا ما معه. بقى لي شو المطلوب مني؟ والله يا أبو رشاد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تخجل أبو فدوى، قول قول، أنا صاحبك ماني غريب. الحقيقة يا أبو رشاد أنا لازمني شوية مصاري حتى أرجع لهالضيعة واشتري بيت صغير قاوي فيه البنات، وأملي فيك كبير يا عزيزي. ولا يهمك، أنت حبيبي وصلت. قديش بدك؟ يعني شي 20 ذهبة، وبسدد لك ياهن إذا الله راد بعد سنة من هالتاريخ. على عيني وراسي. الحقيقة أنا كنت عارفان أنه بدك مبلغ كبير وعملت حسابي. تفضل هاي 20 ذهبة. يسلم وهديات ويخلي لي إياك يا أبو رشاد، ويطول لي بعمرك ويستر على حريمك مثل ما سترت على حريمي يا حق. ولو يا أبو فدوى، أنت رفيق عمري وحبيبي. أبو رشاد البقرة عم تتعذب بالولادة ومدري شو صاير لها. يلا جاي جاي، عن إذنك لحظة لأشوف شو القصة وراجع لك. ايه تفضل 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 أبو رشاد. جي وين في؟ لك هل أعطاني يا زلمة؟ أعوذ بالله وينه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الزلمة ما قرب صوبي منه؟ معقولة؟ شو بدي أقول له هلا؟ معقولة أسأله عن الكيس؟ أكيد بدي أقول عني محتال. حسبي الله ونعم الوكيل. شو الحظ اللي إلي؟ هلا كان هون.
والله يا ابو فدوى وشك خير علينا، البقره جابت عجل بيطير العقل. خير ابو فدوى شو بك؟ لا لا سلامتك ما في شيء، بس خليني اتيسر هلا، تاخرت على بناتي. خليك هلا وبكره بتتهون. لا لا معلش خليني امشي اليوم. طيب نتغدى سوا. ولو ديارك عامره، يشهد الله علي ما قصرت. يلا بالاذن هلا. ابو فدوى اذا بتعتاز اي شيء تاني امانه ها بتجي لعندي فورا وانا بخدمتك، وبالنسبه للمبلغ لا يكن لك فكر، بتسدده على مهلك. انا الحمد لله الله مفضل علي. كتر الله خيرك، يلا بالاذن. الله معك، الله معك ابو فدوى، سلم على العيله ها، مع السلامه. شو هالحكي بابا معقول؟ قسما بالله يا فدوى كأنه جني أخذ هالكيس من قدامي واستكتروا علي. هدرب عليك يا بابا أنت وهالحظ الأسود، ولي على قامتي عليك، ليش هيك عم بصير فيك؟ والله ما بعرف يا يسرى، رح أجن والله، رح أستير حكايتي ما بيصدقها لا جني ولا أنسي. بالظاهر الله يعني مو كاتب لي عيش طول عمري مرتاح. طيب وليش ما قلت لأبو رشاد إنه الكيس ضاع؟ ولك بنتي شلون بده يضيع؟ لسه هلأ الزلمة أعطاني إياه؟ والله صحيت له انه ضاع، لانه اكيد ما راح يصدقني وراح يظن انه انا عم بحتال عليه. طيب انت ما تحركت من مكانك؟ الله وكيلك يا يسرى ما قمت من محلي، يعني بعلمك كان الكيس جنبي، بعلمك طار الكيس من جنبي، وشلون ما بعرف. طيب وهلا شو بدك تساوي؟ هلا بدي سدد المبلغ للزلمه بعد سنه حسب الاتفاق. بدك تسدد له 20 ذهبه؟ اي والله لو اشتغلت ليل نهار ما رح تقدر تسدد له هالمبلغ. مجبور يا بنيتي مجبور، شو بدي ساوي؟ طب انا عندي فكره. شو هي؟ نحن لازم نشتغل ونساعدك، ولا تقول لا هالمره. والله ما بعرف شو بدي لكم يا بابا. عيني بترف يا حبه عيني، هي اللي سرقت النوم من عيني. عيني بترف يا حبه عيني، يا اللي سرقت النوم من عيني. خير ان شاء الله ده بعدك، والله والله ده بعدك كان على عين على عين على عيني. ملي يا حلوة على الجنبين، والله ما شافت زيك عين. ملي يا حلوة على الجنبين، والله ما شافت زيك عين. جبت الحسن ده كله منين؟ جبت الحسن ده كله منين؟ واعمل ايه لو غاب عن عيني؟ على عيني اشيلك، على عيني، على عيني اشيلك، على عيني. عيني بترف يا حبة عيني، ياللي سرقت النوم من عيني. خير ان شاء الله ده بعدك، والله والله ده بعدك كان على عين على عين على عيني. تشتغليهن هدول؟ بسنارة وحدة. ومن وين بتجيب الأشكال؟ من عقلي. فعلا شاطرة. قديش حقها؟ سماحية نفس، قد ما بدك تدفعي. رح ادفع لك ربع مجيدي، مليح هيك؟ مو قليل الربع مجيدي؟ طب عطيني غطا ترابيزة صغير ورح ادفع لك مجيدي، مليح هيك؟ تفضلي، نقي على كيفك. رح اخد هاد، ماشي الحال؟ ماشي، إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيكي، وإذا عملتي موديلات جديدة تعي ورجيني إياهم. نحن لازمنا غطى طاولة لست أشخاص، تفضلي لورجيك الطاولة. تفضلي تاكليهم بالهنا إن شاء الله. يسلموا يديك، يلا معك، مع السلامة. يا
رايحين عحالة بحبي معاكم راح يا محملين العينب تحتي العينب تفاح كل من حبيب ومعونا حبيبي راح يا ربي ناس متها وترد الحيلولية درائين درائين والله ما شلحته شلح لحاله هالدرائين درائين يلا على الآؤون مثل الحلاوة هالآؤون مرحبا عمي أهلا وسهلا ومرحبا أهلين وسهلين إذا وصيتك على معود تين بتساوي لي ياهو والله هو بصراحة هالشغلة مو شغلتي بس تكرم عينك كم أطرميز بدك أنت ثلاث أطرميزات تفضل وهي رعبون إمتى بيخلصوا يعني بعد أسبوع إن شاء الله بيكونوا عندك عظيم أنا بيتي هداك اللي براس الحارة يلي منشور عليه الخسيل عرفته؟ إيه بعرفه عرفته شوفي يا فدوى أنا عرسي بعد 10 أيام وأهلي ما بدون يجيبوا مغنية بس أنا مصرة أجيب مغنية بدي أعمل طنة ورنة بعرسي جكارة بعرس فوزية إضماني لسه رافعت لي أنفة للسماء إيه وشو المطلوب مني يعني؟ بدي اياكي تغني قدامي واذا عجبتيني رح دللك بالاجره يعني كم ساعه بدك يعني غني مفتوحه وبالنسبه للاجره لكن لك فكره هاتي فدوى سمعيني لشوف على قد ما حكولي عنك صرت متشوقه اسمع ايه على عيني فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب شو لوين رايح بابا؟ شو هاد اللي أخده معك؟ بدي روح على بستان مالك بيك حتى طعم له الشجر وشو بيفهمك أنت بهالشغلة؟ لك بابا شو بدي ساوي؟ قال شو جبرك على المر؟ قال له الأمر طيب عاد شرب معنا كاسة متى قبل ما تروح وانت اللي قلتي بابا حاضر يلا معقول تهلك حالك بهالشكل؟ والله يا عم بشفق عليك يعني يا من ترك ليل نهار عم تخفق من محل لمحل وعم تشتغل شغلات متعبة بصراحة أنا خايفة كتير على صحتك ليش أنتوا ما عم تتعبوا معي كمان؟ هاي أختك يسرى رح يدوب عيونها من الحياكة وشغل السنارة ولا يهمك بابا المهم تجمع الـ20 ذهبة وترجعهم لأبو رشاد آخ يا بنتي آخ اخ على هالزمن الغدار والحظ المنحوس لا ويا ريت استفدنا من هالعشرين ذهب شيء سم الموت اذا شفنا مجيدي واحد وفوق منا غربه من الضيعه وشنطتها بابا قديش بقي لحتى يكمل معك المبلغ والله لسه كتير يا بنتي لانه المبلغ كبير والله يعيننا على التدبير ماشي الحال ادعوا لي بابا يلا معك بابا يا الله يا الله انت المعين يا رب العالمين يا الله يا الله أبو فدوى الله يعينه قال له كتير محبينه وخايف يتوفى يا حرام وما في مين يوفي دينه وتفرج يا سلام على الدنيا يا سلام في ناس بتنام على ريش النعام وفي ناس بتموت من جوع يا حرام عجايبك عجايب عجايبك يا دهر عجايب ليه يا بنفس سيك بتبهيك هو انت ظاهري حزين العين تتبعك هو طبعك محتشم ورزين ليه يا بنفسك بتبهيك ليه يا بنفسك بتبهك هو انت ظاهري حزين يا ابو فتوى
أبو فدوى. هذا أبو رشاد يا بنات. أبو رشاد؟ وشو جابه هلا؟ أكيد جاي يطالب العشرين ذهبة لأنه صار ماضي على موعد التسديد سنة كاملة. الله يستر. أبو فدوى، شلونك يا أبو فدوى؟ أهلين أبو رشاد، أهلا وسهلا. يا أهلين. ميت مرحبا. يا أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا يا صبايا. أهلين عمو. ما شاء الله صاروا كبار وأحلى من زرار الورد. الله يخليك ويسلمك. تفضل أبو رشاد، تفضل. يا أهلين وسهلين. اعملوا شاي، اعملوا شاي. شلونك يا أبو فدوى؟ شلون الشغل معك؟ والله يا أبو رشاد الزمن معاكسني شوي والمعيشة صايرة، يعني شلون بدي أقول لك؟ معلش بابا، يا ريت تتركونا شوي. ليش لحتى يتركونا؟ أنا بدي أحكي كلمتين وبدي إياهم يسمعوا. عدو عمو عدو. أبوكم يا بنات أجل عندي السنة الماضية وأخذ مني 20 ذهبة حتى يشتري لكم بيت ويقويكم فيه. صحيح يا أبو رشاد، الله يكتر خيرك. والحقيقة أنا يعني هلأ المهم أنا عطيته المبلغ وقلت له يسدده على مهله، صح يا أبو فدوى؟ صحيح، بس يا أبو رشاد الدنيا مثل ما لك شايف يعني. ومرت السنة وأبوكم ما رجع على الضيعة، وأنا سافرت وما رجعت على ضيعتي إلا من يومين بس. الحمد لله على السلامة يا عمو. الله يرزقنا ويرزقك يا رب. بس بتعرف أبو رشاد، والحقيقة أبوكم ما أخذ المبلغ معه. عفوا عمو، ما فهمت عليك. يعني العشرين ذهبة يلي عطيته إياهم بالكيس الأحمر أبوكم ما أخذن معه. شلون يعني؟ وإذا بتتذكر يا أبو فدوى، أنت كنت قاعد وساند ظهرك على حيط البستان، ومن يومين أجا ابني حتى يصلح الحيط قام لقى بقايا كيس أحمر منسول فوق الحطبات وعشرين ذهبة بقلب الحطب. بقى بتعرف شو اللي صار يوميها؟ لا والله ما بعرف شو صار. اللي صار انه طلعت فارة من جوات الحيط سحبت الكيس من جنبك من دون ما تحس، ورشاد ابني الله يرضى عليه بعد سنة لقى الذهبات. لقى العشرين ذهبة؟ اي نعم بالتمام والكمال. وابوكم الله يحفظ لكم اياه استحى يقول لي انه ما اخذ المبلغ، خاف اني ما صدقه او اقول عنه انه محتال او عوانطجي، وطلع من عندي يومها والله يعلم شو كانت حالته. بقى تفضل يا ابو فدوى، هي 20 ذهبة إلك ولبناتك حلال زلال. واعتبر هالمبلغ هدية مني إلك، لأنه يبدو لي رب العالمين قاسم لك ياهم من عنده، وأنا الحمد لله الله كافيني. وأنت رفيق عمر وحبيب وطيب، ومن واجبي وقف جنبك بمحنتك. شكرا يا أبو رشاد، شكرا يا حبيبي. هلا ارجع على الضيعه انت وعيلتك واشتروا البيت اللي بدكم اياه، وان شاء الله الف مبروك عليكم. قسما بالله مالي مصدق يا ناس، مالي مصدق يا عالم. سنه كامله من الشنططه والمرمطه والتعتير والشقه، وكله بسبب فهرة. فهرة افرح يا قلبي لك نصيب تبلغ مناك ويا الحبيب، افرح يا قلبي. وهكذا أيها الأصدقاء ضحك الزمان لأبو فدوى، وبعد مدة جوز رشاد فدوى. وفدوى قعدت قبل عرسها تتدرب على الأغاني مع العواد، وحبت تغني هي بنفسها قدام كل العباد. وتوتة توتة خلصت الحتوتة، حلوة يا ترى ولا مفتوتة؟ يلا 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 نشوف. يا أولادي حلوا عني